ننسى واش بدا يشدني المونك على الترودي وعلى اويلي وعلى الاكسبير نتفرجوا مع بعضنا في مغامرات لطفي العبدلي في الاوتو ايكول والاكسبير متاع اويلي بيا ثم نعود ترودي يمشي 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 هيا اطلع عاد وين باش نطلع يا لطفي انت الكهرباء معبيه على الاخر معبيه بالقضية شريت يا اخي شحكايه فير شريت شويه سميد شريت 600 مكعب عظم وشريت شويه فرينه وشريت بطيخ وشريت شويه هريسه وطماطم وحكوك كله مش يغلى والماء هاكا من فوق الماء هاكا من الريزرفوار راه مش معبي بالليسانس ما لاباش معبي عبيته بالحليب يا عاد اطلع المرشي قريب يسكر خل عاد انا اخو عاسي انتي مش عاسي الحلاني عاسي عاسي هذا العلوش للعيد اللي بعد عيد رمضان وكسبير ما فهمتش علاش ما حبتش الدمار عمري ما ريت كهرباء تعليم سياقه معبي هك شوف كي تعبي كهربتك كيما عملت انت الكهرباء ترزم والموتور يتعب ويولي يستهلك اكثر طاقه وبالطبيعه يسخن برشا هاني باش نهبط نثبت حل كابوتره انت هاي كهربتك ناقصه زيت شوف اول حاجه لازمك تولي تستعمل زيت يناسب سياقتك ولي تراجي اللي تعملهم ولي استعمل زيت اكسل فيوجيون 5W40 ينقص من استهلاك الزيت ويمشيك اكثر وكسبير بدز علي علي سراها وقف 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 سلام فات ملسوقة معلمة ترودي طولت سنست بها طولت سنست بها لكن عندي خبر باهي ليكم اوي ليبيا تحب تقعد مدلتكم باش تربحكم فواياج روسيا كرهبة وبيك اب اللعبه ذي تتواصل حتى ال 15% وكيفاش باش تربح سهل ياسر تبعث ميساج مكتوب فيه اكسيل ولا ديو ماكس على 85 805 تنجم تربح معانا فواياج روسيا ولا كرهبه ولا بيك اب مع اوي ليبيا رجعنا مع عبدالله شكرا وطوى شدوا لي رواحكم ضيفنا ستار انترناسيونال جا خصيصا لعبدالله شو تايم ضيفنا نجم عالمي من صنف الاول وحتى لم يعرفوش اون بيرسون اكيد يعرف غنياته العالم الكل سمع غناه كي نقول لك العالم الكل لا بلانيت سمعوا غناه غنياته اكيد تعرفوهم وكتب بالاكبر نجوم وعمل لهم غنيات باش نعطيكم شدوا معي اكتب ليدي غاغا جينيفر لوبيز إنريكي إغليسياس أشر كريستينا أغيليرا ومازال وغيرهم 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 6 مليار دوات فيو عامل غنيات وعاملين 6 مش 6 ملايين مش 600,000 6 مليار دوات فيو عامل ظهر لي أكثر من سكان الأرض عامل 6 مليار دوات فيو وعلى اليوتيوب 6 جانا خسيس من لوس أنجلس كاليفورنيا النجم العالمي ريد وان نحب نقول لكم المفاجأة والشرف يا ذا الكل خاطر نجم عالمي بحذانا انه من اصول مغربية مغربي كيفنا ويتكلم بالعربي باش نعمل له تيست باش نعمل له تيست
باش نعمل له تيست يتكلم بالعربي ولا يو سبيك عربيك؟ كان يضرب العربية. يا ربي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله سلكتها، قلت ليلى باش تعدي كل الانجليزي بتاعي هاو ار يو. عرفت ليلى؟ ليلى كاملة كانت باش تعدي هاو ار يو واتس وات تايم از ات. واتس تايم از ات اكزاكتلي. مرحبا بك خويا في تونس. الله يبارك فيك. شرفتنا الجمهور الشيخ علي. والله. شكرا. شكرا على هذا الحب هذا. شكرا بزاف. الله يوتيوب. شكرا شكرا والله. رضوان انت باش نحكي وكان فما حاجات تحب تجاوب عليهم بعد بالانجلي حسيبي حسيبك ربي ربي معايا. مي نعرف اللي انت تحكي تهدر مليح عربيه 100% والمغربي نتاعنا مفهوم حال بعضنا. اي فوالا على على ربي احنا واحد واحد. انت نسمعني توا. أول حاجة نحب نقوله، أنت تعرف وشي ذي مش جديد عليك، لكن نحب نقولها باسم التوانسة الكل. نحب نقول لك بالحق شرف كبير برشا اللي نحن كمغاربة وكتونسي وكعربي عنا معناها عربي وصل المستوى متاعك العالمي أذي. الحمد لله شكرا. كنتي شوالي وقاعد يخدم مع لي بلو جران زارتيست دو مون، وظهر لي تخدم زادة تحضر في غنية توا مع الكأس العالم. يس 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 خدام في الأغنية دابا. المهم أنا ديجا عملت الأغنية. أي كملتها. عملت مع شاكيرا زيد قبل. هذيك شحال هذه في 2006. عملت أغنية شاكيرا وايكليف. وورلد كاب ديال في جيرماني. في جيرماني في ألمانيا. في ألمانيا. في ألمانيا. هذيك ودابا عاود كان وجد حاجة جديدة. وتوقعت تحضر في غنية زيد الكأس العالم. هذا. إيه هذا. هذا غادي عامل خدمت عملت ديجا الأغنية. مع شكون المغني؟ لا هذا واحد جوج ديزارتيست جداد اللي غادي نلونسيهم. وهاد الاغنيه عملت انا سبيسيال ديال الورلد كاب مع بي ان سبورتس. بي ان سبورتس غادي تكونوا كتفرجوا في بي ان سبورتس ان شاء الله في هذا كاس العالم. غادي ان شاء الله غتسمعوا هاد الاغنيه هادي غتكونوا كتسمعوها دابا في ساعات سميتها وان وورلد. دونك ملي وليت تخدم عند دي جراند ستار وليت انت ستار انترناسيونال وليت تلانسي تو لونس ماتنون دي ستار. وصراحه ودابا بالنسبه لي انا اللي جينا نفكروا راه حتى لي دي غاغا مي تلاقيتها كانت ما معروفاش. لقيتها اول مره بنت ستيفاني جيرمان. فوالا هذا السؤال كنت باش نساله لك لكن انت سبقتني في الحديث. ما يسالش. بغيت نقول لك ليدي غاغا كي لا ستار دي ستار اليوم. ليدي غاغا معناها ما عرفش ليدي غاغا. ليدي غاغا ليدي غاغا معناها لا ستار دي ستار معناها. يس يس. افيك بجميع المعاني. يس. وقت انت كتبت لها الغنيه نتاعك الالبوم ولحلتها عملت لها الالبوم كامل سي سا البوم كامل كانت معروفه لكن ما كانتش ستار. يا صراحة هو أنا ملي تلاقيته أول مرة كانت هو كان عنده واحد الكونترا من بعد they dropped her بحال ما بقاش عندها الكونترا. المانجر ديالي قريت تلاقى واحد البنت وهذه معنا كنت ديك الوقت عملت أول مرة عملت واحد الهيت انترناسيونال مع واحد البنت سميتها كات دلونا أغنية سميتها واين أب واين أب واين أب أوي هذيك هذيك أغنية واين أب. دونك هدرت مع المانجمنت ديالي قلت لهم دابا خصني نخدم مع لي ستار. بالله سامحني باش العباد يفهمونا علاش قاعدين نحكي وكان الريجي معايا حاضرين نجمو تعطيونا غنيه ليدي غاغا اللي نحكيو عليها باش نفهموا فعال فاش قاعد نحكيو تو سويت تفرجوا من بعد باش نعرفوا علاش قاعدين نحكي. هذه المعنى الغنية اللي كانت زادة يعني أول أغنية
عملت اغنيه اول غنيه انت تعرفت بها معناها وليت في المستوى العالمي قلت بها بها ستار سوبر yeah. وفي الغنيه هي بدات تقول ريدوان yes. تغني يا yeah, اول حاجه قالتها اول حاجه one. قالتها بديت ريدوان البركه 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 لنسيتكم بعد لنسيت هي بالضبط كيفاش كانت الغنيه ذي كانت يعني بدايه كبيره ياسر بالنسبه لك لا هو صراحه دابا كنا خدمنا انا وياها مع مشات لوس انجلوس وعملت الكونترا مع الشركه ومن بعد ملي سمعوا ديك لي شونس انا عملت معها اغنيه وحده في الاول والشركه ملي سمعوا الاغاني ديالها قالوا لها هادشي ماشي تاه ماشي تما هاد الاغاني هذا قالت لهم واحد الولد كنخدم معاه هنا في لوس انجلوس واحد بروديوسر سميتو ريد وان واش يقدر يخدم معايا في جيل هنا لوس انجلوس قالوا لي اجي لوس انجلوس وانت وقتها في السويد لا انا كنت هنا في نيويورك نيويورك داكوغ حيت انا وكاكا كنا ساكنين في نيويورك داكوغ وهي ملي عملت الكونترا مشات لوس انجلوس قالت لهم خصني ريد وان يجي لوس انجلوس عملنا اون سومين عملنا جاز دانس بوكر فيس لاف جيم عملنا نيميرو ان كل نهار عملنا فيها نيميرو ان الحمد لله الالبوم كامل الالبوم تقريبا كامل وي ايوا وهذيك الساعه تما هيستوري باهي شوف اللي نحب نفهموا لبرشا ناس اللي انت من غنيه هذيا ويعمل معها غنيه هكايا وينجح ويعمل معها البوم كامل تو انت وليت بالنسبه للستار سيستم انترناشونال وفي امريكا وين في يعني انت تسمى سوابع من ذهب الحمد لله انت معناها التو البرودوي اللي تمسه ينجح الحمد لله يولي هيت انترناسيونال يس وهي مهم اللي مورا ليدي غاغا وقع ديك سكسي نيميرو 1 مورا نيميرو 1 مورا ديك الساعه كل لي زارتيست دو كي لي زارتيست كان مقعدي اولا الشركات ديالهم ميزون دي ديسك كيتصلوا بيا بليز كان يو ورك ويز اور ارتست تخدم مع الارتيست ديالنا وديك الساعة الحمد لله معنا هذه سنين ولو سوكسي طلب مدة طويلة باش وقع مش ساهل ساهل انه بالحق توا ساهل انك تعمل ضربة كيما نتاع ليدي غاغا وان شات مثلا لكن مش ساهل تكمل وهذه الصعيبة إذا كنت عندك قوة كبيرة وعندك متمكن مش داكشي كدير إذا فتحت لك لوبورتينيتي كتقدر تمشي مزيان كيفاش يقولوا باللونجلي اتس ايزي تو تاتش ثينك بات اتس سو هارد تو كيب ات كيب ات اكزاكتلي هادشي بالضبط اكزاكتلي I'm proud of my English. I love it. You sound good. Thank you, sir. Thank you, sir. خلنا نبداو خلنا توا عطينا هكا لمحة. خلنا نبداو نرجعوا from the beginning. كما نقولوا البداية البداية. البداية. البداية أنت خرجت صغير من المغرب. يس. 19 عام. 19 عام. شكون تعمل في المغرب أنت عمرك 19 عام؟ كنت كندرس. تقرأ. كنقرأ عادي نورمال ونفحق ملي كانت عندي 16 عام. المهم انا واحد العائله كبيره انا هو التاسع ديال لا فامي ديالي داكو التاسع عائله كبيره عندنا نحن عائله غنيه عندها برشا لا عائله في فيها بزاف ديال برشا 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 نحن نقولوا كثير بزاف عائله كثيره قداش 80 100 انا 95 قداش قداش لا تسعود بينا انا التاسع رقم انت التاسع انت الصغير انا هو الصغير تسعه بوك جاب تبارك الله بس الله يرحمه الله يرحمه ما كانش يمشي يخدم مالك كان يقعد اسكت اسكت ستار انترناسيونال اسكت لا 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 لا, لا, لا بابا كان الله يعمر رسله احسن احسن اب في الدنيا كان والله لا بروف اللي تبارك الله عليك الحمد لله لا ولا بالحق ابارلي انت ستار انترناسيونال وانا نعرف لي ستار انترناسيونو جينيرال موم تنجمش حتى تسلم عليهم وتحكي معهم انت متواضع برشا ولانغ فري ارتيست هذا اللي شفت وانا وحتى انت عايش حتى هو بارك الله ما شاء الله والله سي فري انا متواضع شكرا هذه باينه شوف سماهم في وجوههم فوالا سماهم على وجوههم على وجوههم سي لا ميم شوز شوف سامحني اي شوف الحكايه بدات من المغرب يس كيفاش جاك القرار انك تخرج يس دابا هو احنا في عائله موسيقيه داكوغ المهم اخواتي كلهم اللي خرج دكتور اللي خرج اركيتكت هذه ولكن كلهم كيغنيو لا ميوزيك وداك الشيء ولكن حتى واحد في الدار ديالنا في عائلتنا ما عمل لا ميوزيك كوم بروفيسيون فهمتي انا شنو انا قررت ملي كانت عندي 16 عام شفت واحد الكليب ديال واحد الجروب سميتو يوروب ذا فاينل كاونت داون ذا فاينل كاونت داون ايه حسره هذيك اغنيه مي شفتها هذه اغنيه قلبت العالم قلبت العالم انا اون فوا شفت ديك الفيديو كليب قلت
صافي انا صافي تقلبت لي. كنت شنو النوع تاع الموسيقى تعمل فيها انت قبل؟ عملت الروك، عملت كل شيء انا كان زعما صراحه. الغربيه، موسيقى غربيه. موسيقى غربيه، موسيقى غربيه. شفت الجروب هذاك قلت نحب نولي كيف. انا قلت خصني نرجع الموسيقى، هي هالشيء اللي غنعمل انا في حياتي، قلت غنرجع في الموسيقى. المهم طلب لي ثلاث سنين، ثلاث سنوات زعما ثلاث سنين، وانا كنقنع عائلتي باش خصني نمشي نعمل الموسيقى. ما حبوش. لا كيقول لي اوكي بلاتي تكمل قرايتي تعمل البكالوريا وهذه ولي طلع هذه. المهم بقيت 19 عام خلوني نمشي لا سويد. مشيت السويد؟ علاش؟ لان علاش السويد؟ حيت يوروب من السويد. يوروب من السويد، يوروب داكور دوي الجروب من السويد، وبغيت نتلاقاهم، زائد ان لا ميوزيك في السويد الا شفت التاريخ ديال السويد. معناها مشيت في حلمتك جوسكو بو. وي وي انا قلت معناها حلمت باليوروب قلت نمشي لهم للسويد. غنمشي للسويد ونقرا الموسيقى وغادي نوصل للعالميه. سفافل زمان. هذاك هو الهدف ديالي ملي كنت عندي 16 عام، قلت ان شاء الله غادي نرجع شي حاجه كبيره في العالم، ولكن هي صراحه الحلم كان كبير. ولكن ملي مشيت لسويد جبرت الحياه صعيبه. مشيت السويد وقتها بالفيزا. بلاش فيزا وقتها؟ قبل ما يعملوا الفيزا. قبل ما يعملوا الفيزا دبرتها يعني. دبرتها وطلعت، ومورا ثلاث شهور تحرقت لي الفيزا، بقيت ايليغال. ايليغال قعدت عايش تمرمت. تمرمت نعس في الارض ما كلش فهمتي. اي باهي واحد كيشوف رضوان اليوم يقول لك امبوسيبل تمرمت ولدك هكاك. نعس في الارض. عند واحد الولد صاحبي كان خدام في واحد ريستورون ديال الكباب، وكنت كنمشي في الليل كندخل الكوزينه وكان ناعس في الارض تما. كنقول غير عطيني غير ناعس غير انا. ريسبكت مان والله. ريسبكت ثانك يو. لا لانه هو انا حاجه واحده، دوز ظروف صعيبه، خدمت خدمات صعاب وما كانوا كيخلصوني والو تقريبا زيرو، ولكن كنت كنقول الحلم ديالي راه هو انا من ما امكن جست تو سرفايف، غير باش ما نرجعش كالمغرب انا فاشل. صحيح. واحد النهار ربي غيفتحها، واحد النهار ربي غيفتحها، واحد النهار ربي غيفتحها، فهمتي؟ يو سيرفايف. سيرفايف اخي، غير بالكذوب. من بعد. ومن بعد بشويه بشويه عملت الوراق ديالي. عملت الوراق معاه نتاع شكون؟ كيفاش؟ كيفاش؟ خذيت تعرست بشي ادواز؟ لا ماشي في السويد ماشي لازم تتزوج. يكون غير عندك علاقه زعما كيعطيوك. اون كوبان صاحبه. صاحبتي واحد البنت. جيرل فريند. جيرل فريند زعما. والله ما احلاهم سي جونتي. والله عندهم قانونيا عندهم الزواج ولا ماشي زواج بحال بعضهم. كيف كيف. دونك عملت الوراق ديالي، دخلت نقرا وعملت المهم قريت الموسيقى وديك الشيء. رجع قريت موسيقى. بيان سور الموسيقى. وي وعملت الموسيقى ومشيت مزيان الحمد لله، ولكن الظروف كانت صعيبه، الحلم ما كانش ساهل صراحه. معناها ما كنتش تخيل روحك اليوم باش تولي رضوان نتاع اليوم. لا الحلم كان ديجا تما، ولكن الظروف صعيبه. ظروف صعيبه صعيبه بزاف، كانت قاسيه، ما كان عندي لا فلوس لا والو، وما قشيتش نهبط للمغرب فاشل فهمتي. امبوسيبل ترجع. كنت شويه كنمشي نهضر مع الناس، اسمع هذه بليز ليسن، من لهنا لهنا، وديما كل واحد كيعطيك شي حاجه جديده، شي معلومه او شي علاقه، وانت بشويه بشويه. ذا فيرست بيج ستيب. ذا فيرست بيج ستيب هو هما كاين بزاف. معناها الخطوه الصحيحه الكبيره الاولانيه. واش عالميه ولا هذيك شي غلاتيف؟ في السويد. في السويد هو النهار اللي قررت غنوقف، كنت انا في واحد الروك جروب ديال الروك. وقررت غادي نبدل، ما نبقاش في الجروب، غادي نمشي نرجع بروديكتور، لان كانوا عندي الموسيقى بزاف في راسي. قلت اذا عملت الموسيقى غير لي كوم ارتيست، لان انا شونتور صراحه كنغني مزيان. كتقول مزيان شنو برشا؟ باهي كنغني مزيان، ولكن قلت غنعمل لان بما ان عندي لي ستايل بزاف في راسي، غنعمل نبقى نعطي كل ارتيست نعطي له اغنيه ستيل سبيسيال ديالو. داكور. كي تقول برودوسر. Producer سونغ رايتر. Producer سونغ، مش producer يعني بفلوسك. لا برودكسيون بحال غياليزاتور كتسمى. كومبوزيتور وديك الشيء. وحتى حتى سونغ رايتر كنكتب الاغاني وكل شيء. اي فوالا. وفكرت نعطيهم ليزارتيست ديفرنت ارتيست وهذا. دونك قررت نعمل هذه القضيه، جبرت واحد جوج بروديكتور اللي هما كبار، عطيت لهم لي ديمو ديالي اللي غنيتهم، جوج بهم عجبوهم، واحد قال لي خدم معك دابا. خدمت معاه. قال لي عندي واحد الجروب ديال البنات. نخدم معاك دابا معناها نخدم معاك توا. دابا هلا. قال لي ليتس ورك. دينا خدامي، كان واحد الجروب ديال البنات جديد جداد. عملت لهم لا شونسون نيميرو 1 في السويد. في السويد. سي امبورتون، هذا حاجه كبيره. بيان سور انا بالنسبه لي بحال الحلم. السويد بلاد كبيره زاد اوروبا. لا السويد هي بحال كيتسمى كيقول ذا ميكا اوف بوب ميوزيك. فهمتك. هي المكان المقدس للموسيقى، يعني هي لا ميك دو لا ميوزيك بلغه الواحد، باش ما يفهموهاش بالغالط العرب، يقولوا لا ميك دو لا ميوزيك ولا لا ميك دو كالكو شوز، معناها هذاك المكان اللي تخلقت فيه الصناعه المقدس للموسيقى. البوب من ابار روكسيت ايس اوف بيس، تاريخ كبير. كلهم خرجوا من غادي. كانوا من السويد. ايوا المهم خدمنا. خدمت عملت هذا، ولكن من بعد بديت كنعمل نيميرو 1 في السويد صراحه. الحمد لله
فرهدت الامور نمير نحيت المزيره ما عادش ترقد في بديت كنقدر نعيش بالموسيقى في السويد في السويد سي امبورطون تعيش بالموسيقى في السويد بيان سور بيان سور وديك ديجا هذه وحده تسمى انسان نجح نجح وي وملي كنت ولكن في عقلي انا اختي العالميه ملي كنت كنمشي للمغرب حتى واحد ما كان كيعرف الاغاني ديالي كانوا مشهورين غير في السويد وسكانديناوي داكور معناها ترجع المغرب ما يعرفك حد يقول لي ما نسمع هذه الاغاني وانا هذيك انا خصني ما نحبوهاش الفنانين بالضبط ما نحبوهاش وانا كسبت والو 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 ما نحبش تمشي لبلاصه ما يعرفوك سيرتو خاصه بلادك وكتعمل شي هاد بلادك وعائلتك وهذه اي تقول لهم انا راني مشهور غادي يقول لك هاي مزيان كيما عمرنا سمعنا بالضبط سيسا عقل قلت الاخت ديالي قلت لها شوف انا غنمشي لليزيتازوني وغنبدا ازيغو عاود قالت لي واش انت حمق واش حمق شو شحال مسنا شو شحال من عام وانت كتكافح ودابا يو هاف زعما ماني باش تقدر تعيش وهذه وهذه ودابا تبدا من زيرو قلت لها انا اختي العالم قلت لها نمشي لليزيتازوني عاود ازيغو عاود حلمك كبير حلمي كبير قلت لها خصني نكونكر العالم اي ايوا مشيت لنيويورك مشيت لنيويورك مشيت لنيويورك كنت كامل نرجع مره للسويد كنعمل دي شونسون كناخذ شويه الفليسات ونرجع هكذا بقى ماشي 2009 نيويورك نو 2001 2001 مشيت نيويورك كنمشي ونجي مشيت زاد كيفاش ما تعرف حد ولا كنعرف شي واحد هنا وشي واحد كيصيفطك عند هذا مشي تلاقى غير اجتماعات تسمع الناس ولكن صعيبه فيري هارد لان خايل السويد فيها 9 مليون وليزيتازوني فيها 300 مليون معناها منك انت فما الالاف في نيويورك المئات الالاف زعما صعيب وعاد قبح شويه قاصحه كاسحه قاصحه بزاف كيقول لك شنو هذا الشيء كاين اللي كيقول لك اروغانس اروغانس كبير صعب فهذا يقدر يحطمك الا كنت ضعيف الشخصيه يقول لك شنو هاد الزوال اللي نيويوركي ما يرحموش يعني معروف تاك تاك كلمتيني فيرحيك يقول لك وات از ذيس اي وات ذيس بوش اكزاكتلي ما بغيتش تقولها في لاطيني لا ما يسالش عندنا نحن وات از ذيس هكذا وقلت له المهم هكذا بقيت كافح وعاودت في واحد كان عندي واحد لامي ديالي عند واحد الاستوديو تما قلت له شوف خليني اعطيني استوديو الناس في الارض رجعت تنعس في الارض قلت له ماشي مهم غير اعطيني الاستوديو وانا اي سرفايف انا غادي نعرف ندير والله نحب تصفيقه حاره على السبري السبري بتاع المكافاه الجلادياتور كما نقولوا يس 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 يعني المحارب الانسان يكافح محارب معناها كنت تنجم تقعد في السويد وتقول الحمد لله وصلت بيج ماني بزنس فلوس سياد قديت وراقك هذه اي عربي يحلم بها قار كش وبيج ستار غادي امورك هاني معناها بيج تايم امورك يس يس هادشي اللي الاخر بعودت من زيرو نيويورك نيويورك غابه صعيبه غابه كبيره كبيره كبيره, كبيرة. وصراحه انا كنت ديما كنقول كنقارن راسي بلا ليست اللي كنشوف لي زيتازوني كنقول دابا هاد لي شونس هادو هنا انا كنقدر نعمل احسن من هاد لي شونس هادو تعرف الثقة في نفسي أنا عندي ثقة في نفسي زعما ناحية الموسيقى الحمد لله أنا هو اللي باهي في حاجة في أمريكا أنهم مثلا مش كيفنا نحن العرب كنت تقول له أنا النجم نعمل خير من مايكل جاكسون ولا خير ولا خير يقول لك أنت مغرور بالضبط كاينة ويحشم على روحك ويكسر لك حلمك الحقيقة هذه كاينة تونديسك في أمريكا يحبوا أنك تقول له أنا نعمل خير من هذا ونعمل خير من هذا يقول لك شو مي اوكي شو مي اكزاكتلي وريني الحمد لله وعند مايكل جاكسون خدمت مع مايكل جاكسون انا كنت اخر واحد اللي اشتغل انت خدمت مع مايكل جاكسون فوالا الحمد لله شكرا شكرا حبيبي المهم انا كنت هذه كنامن بها كنامن بها وبقيت في هذا الحلم هذا حتى ربي بشويه بشويه كتجي خطوه كتجي خطوه كتجي خطوه دونك اول ارتيست ليدي غاغا لا هذا اول ارتيست لا انا كان نيميرو ان ديالي الاولي عالمي هو كادلونا كادلونا مع واين اب اي واين اب اويا هذا كان هو النيميرو ان اللي فتح لي البيبان هذا هذاك الشيء انا قلت للمانجمنت ديالي دابا هذا اختي يخدم مع لي ستار وقال لي وخدم مع واحد البنت جديده تلاقاها غير واحد خمسة دقائق قلت له واش مشهوره قال لي ماشي معروفه بالعكس عاد ما عندها لا كونترا لا والو مش معروفه ماشي معروفه ما عندها لا كونترا لا والو قلت له واش انت حمق انا كنت ماشي خاطر سامحني باش ما نغلطش العباد جو ميكسيوز خاطر انا مناشط جديد راه مانيش تبارك الله عليك عايش شوف معناها ليدي غاغا ما كانتش معروفة جملة لا ما كان عندها لا كونترا لا والو بالعكس جراو عليها من واحد الكونترا اللي كان عندها داكوغ وقال لي غير تلاقاها خمسة دقائق هي راه كتعرف تكتب وهذه 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 مشيت قلت له صافي نتلاقاها خمسة دقائق بالحق قلت له أنا خصني نخدم مع لي زارتيست كبار فهمتي قال لي غير 5 مينيت قلت له ماشي 5 مينيت مشيت عندها قلت لها هي ريد وان قالت لي هي ليدي غاغا قالت لي او ماي جاد اي لاف يور ميوزيك اي لاف كادلونا بابا با. وعجبتني جاتني سبيسيال اي هي سبيسيال على الاخر ليدي غاغا وبقينا كنهضروا على الموسيقى جبرتها في راسها ما يعاود حسيتها حسيتها يو فيل ات
قلت له يو نو وات يلا نمشيو للاستوديو. مشينا للاستوديو عملنا واحد الاغنيه وانا هي فكرتني بواحد الارتيست من السويد قديم سميتها ليلى كي. ليلى كي هي مغربيه كانت عايشه في السويد كانت مشهوره بزاف وبلا كتستعمل لا دروغ ومشات رجعت كتعمل اوفر دوز ماشي لا باقي عايشه ولكن تحطمت معنا ولكن فكرتني بديك ستيل ديالها اك ستيل وانا قلت لها كاكا هي كتلعب لي بيانو وكتغني مزيان وهذه قلت لها شوف عندي واحد الفكره غنوريك واحد الارتيست وشوف هذا قلت له نقدروا نعملوا بحال هكذا بحق انذر ليفل وانا وشفتها في مستوى اخر مستوى هذا قالت لي شفتها حمقات بديك لي بيروك وديك هذا قلت لها نعملوا هذا الشيء بحق انذر ليفل قلت لها غير ثق فيا قالت لي ام اوبن هكذا قالت لي ام اوبن صافي اللي بغيتي نعملوه نعملوه بيك ستوري حلوه ياسر والله وعملناها الحمد لله قلبنا قلبنا العالم الله يكت والله سبحان الله سبحان الله نحب ال ولا كي تحكي هكا تحسس اي انسان في اللي قاعد يتفرج انه هو ينجم يوصل للعالميه وينجم يوصل العالم العالم ماهوش حاجه ارميتيك حاجه مسكره معناها الانسان يبقى عنده الجول ديالو باش نوريك بعض الغنيات خدمتهم انت مع ديزارتيست ونحكيو عليهم باش نقعدوش كان في الكليب واخا واخا واضح ديجا الغنية ذي شنو هي قصتها كيفاش؟ هذه كنت في استوديو انا واشر انا واشر كيفاش عرفتوا اشر انت؟ اشر سبحان الله اشر تلاقيته انا سنين قديمه قبل ما نعمل هذا تلاقيته في السويد سمعت له الموسيقى ديالي قال لي هادشي زوين قال لي ان شاء الله شي مره نخدموا مع بعضنا ودازو سنين رجعت في امريكا وعملت الهيت وديك الشيء وتعرفت تعرفت تعرفت واتصل بيا واحد المره قال لي هاي ريد وان هادي حنا تلاقينا شحال هادي ونخدموا شي حاجه نعملوها مع بعضنا قلت له اوف كورس سمعت واحد الاغنيه كانت عندي واحده اخرى سميتها روك باند قال لي صافي سمعتها له قال لي صافي نجي نسجلها جا عندي استوديو سجلها وكملناها دغيا هو خفيف تبارك الله عليك سجلها كملناها قال لي باقينا الوقت نعملوا شي اغنيه قلت له اوكي شبرت لا جيتار وقلت له اوكي نعملوا شي اغنيه واش بغيت لاقيت راه بدو وقلت نعمل شي حاجه بحال مايكل جاكسون وصراحه هذه ملي كتسمع في ريلي وان مو ما كانش في الاول كذا انا عملت له اي في ستيل مايكل جست لايك ذات غير هذا وعجباتو بحال الفكره ومن بعد نكتب الكلمات في ريلي وان مور وعملناها بدلنا ستيل ديالها بطريقه بدل خاطر عيلة عنده ستيل نتاعو بس ملي مع الدرامز وهذه رجعت قويه وغنينا بطريقه وكيفاش المعامله مع اشر؟ ظريف بزاف ظريف 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 الله يعمر راس العقل ولد صعيبه المعامله مع لي جروند ستار ولكن شوف دابا عاود حسب الليفل فهمتي دابا بالنسبه لي انا عاود انا ريد وان فهمتي بالنسبه لي فهمتك لا نعرف فلهذا معناها كي تلاقيو فرد نيفو تبدا عادي هو كيخصو يجي يخدم معاك فهمتي هو بدا كي هذا دونك كتكونوا في واحد الليفل هذا وما كتبقاش الايغو كنخليوه برا ما كاينش شي واحد الايغو نتاعك على كل حال انا ما عنديش المشكل ديال الايغو الايغو بالعربيه اسمه الانا الاعلى الانا الاعلى بالضبط الانا الاعلى انا كنخليوه برا نخليه لبرا ونخدم نضحكوا وهذه نساو ستار ونساو شكون نضحكوا نلعبوا نحكيو ومن بعد كل واحد يرجع ستار قدام الكاميرا انا ما عنديش مشكل من ناحيه القضيه ديال ستار ولا ماشي ستار اوكي شوف الغنيه اللي بعدها اوكي يا دوسان مشكور السيد معايا جيتوا بشويه بشويه تفهموا
شكون رضوان؟ شوف رضوان الغنية ذي اولا ساعة تبدا كيبداو من بعد يقولوا رضوان يس بيت بول يقول رضوان وبعد في الاخر في الدوب ما فات يقولوا ماروكو ماروكو يس yes. سامحني سؤال yes. انت تقول لهم قولوا بس yes. انت تقول لهم انا رضوان ولا ماروكو على ماروكو ماروكو يس yes. انا قلت انا كتبت في كلمه كتبت كلمه برازيل كان عندنا شي حاجه قلت برازيل ماروكو لازمه انا بغيتها لان الاغنيه ديالي نعرف اي فوالا وكلمه رضوان علاش يقولوها ودابا هي رضوان ملي وقعت الشهره ناهي از برودوسر الارتيست كلهم كيقولوا انا خصني نقول رضوان بحال واحد الطابع طابع الليبل 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 هذاك يقول رضوان 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 يو نو اي ما كيفاش جات الحكايه مع هذه الاغنيه لا والمراه هذه يعني جيلو اوكي جيلو مش لعبه نقول الصراحه اوكي توا قاعدين نحكيو على جيلو مش لا لا ودابا هاي شوف دابا جيلو في ذاك الوقت هذاك كانت عملت سنين وهي طايحه داكو ما عندناش حاجه وفي ذاك الوقت كنت نيميرو مورا نيميرو 1 وداك الشيء اتصل بيا واحد الولد اللي خدام في الشركه ديالها اللي هو خا ديال ايكون صاحبي داكو ايكون مغني ايكون قال لي حنا سنينا جيلو واش يمكن تخدم معاها وهذه وهذه قلت له واخا دابا قلت له نتلاقاو انا وياها بعدا هو الاول نهضروا ونشوفوا فهمتي وصراحه الناس كلهم في الاندستري كلهم قالوا ما تخدمش معاها لا صافي راه ماتت عليه ماتت لا صافي صافي ماتت راه دوز البوم هو كيكا في امريكا المشكله انه مثلا نحن ما زلنا نسخايلوهم دي ستار هما صافي هما صايي مشاو على رواحهم وماتوا ماتوا يعني سواء ممثلين سواء صافي قتلوهم ديجا صافي اي موغ معناها بوكس اوفيس يعني ما عادش فما شيء صافي هادشي اللي كاين وقالوا لي ما تخدمش معاها ما تخدمش معاها وصراحه الزوجه ديالي ما هي اللي قالت لي زعما صراحه خدم معاها قالت لي انا كنتبع شكون هي الزوجه ديال ليلى ليلى عزيز مغربيه مغربيه يعني ماكش ميخو امريكانيه لا 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 مغربيه 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 هي قالت لك خدم معاها قالت لي زعما الا خدمتي مع جيلو تقدر ترجع انت قالت لي لان هي في الفاشن انا حيت مراتي في الفاشن اي وديزاينر ديزاينر وقالت لي زعما الا خدمتي معاها وهي في الفاشن هي شي ستيل زعما باقيه معروفه غير عملها شي اغنيه مزيانه تطلع نيميرو ان شاء الله قالت قلت لها اوكي قلت مع راسي اوكي نوال انطلق جيلو مشيت تعشيت معها انا عارفه بان هي عندها راه ستار فهمتي قلت لها اوكي انا نخدم معك بحق حاجه واحده عندي واحد الشرط الشرط قلت لها وثق فيا 100% ثقه خصها تثق فيا 100% لان عارفه عاودوا لي عليها بان شويه هي بوسي فهمتني اي بوسي معناها هي سوبر ستار لا شويه هي كتحكم هذه قلت لها شو اذا نخدم معك اللي غادي اسمعني ما تسولنيش فهمتني اي ما تسالش قالت لي اوكي بام بام فهمتي كنا في العشاء والله قالت لي صافي اللي بغيتي هو اللي كاين هاد اون ذا فلور كانت عندي عامين وانا عندي في الكمبيوتر ديالي دوزون الغنيه موجوده موجوده وانا كنستنى كنقول حتى النهار ما عرفتش واش ريانا واش هادي واش كنقول بحق ريانا ريحانه معناها كيما نقول ريحانه نسخايلك على ريانا نحكي ريحانه يحكي عرفت الراجل يحكي في حكايات راجل يحكي في حكايات ستيل بالله عندي غنيه نعطيها الريحانه ولا زعما نعطي الفلور عادي تو صح عليك صاحبي اعطتك الدنيا الصراحه صح عليك صاحبي اعطتك الدنيا صح عليك الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكل شيء الله كل شيء الحمد فزد الحمد لله والله ربي بغى يفتح والله فرحان لك برشا سو توجور فرحان لك برشا الله يبارك فيك دونك قلت لها باش نعمل الغنيه هذيا اها سمعت اسكت واخدم والله العظيم فوالا باللغه بتاعنا بتاع العرب اسكتي واخدمي تقريبا جات الاستوديو سجلناها الحمد لله نمبر 1 في 81 دوله نمبر 1 باش نسالك سؤال تقني معناها كوم تكنيك والا تقول انت من داخل من داخل اش معناها غنايه خاطر نحن بالنسبه لنا احنا المواطنين العاديين ولا الشعب غنايه هذيك نمبر 1 ناجحه كي تنجح غنايه في الامريكي وفي العالم نمبر 1 واتس ذا ريل مينينغ مينينغ انه هو زعما هي معناها برشا فلوس بيك باور برشا كونسيريت الحمد لله يس 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 شنو النيفو اللي بالنسبه اوكي انا نعطيك واحد المثال بالنسبه لجيلو ما نهضرش على راسي اي 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 على جيلو انا عارف عقل بديك الايامات هذيك واحد الولد صاحبي كان عنده معها واحد الشو في دبي شو في دبي كان عندها شو في دبي دابا نقول شي مسائل اللي ما كيتقالوش شو ولا لا 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 واحد كونسرت كونسرت باهي ماشي باش تعمل الحفله كما نقولوا نحن كانت عملت العقد غير بالهضره غير بالكلام ديال 100 الف دولار 100 الف دولار هي باش تعمل الشو اي
هذه قبل الاغنيه. قبل الاغنيه فهمت فهمت اوكي ركحوا معي قبل ما تعمل الغنيه معاك والكوتا نتاعها طايحه. كانت 100,000 دولار. كانت 100,000 دولار هذه الكوتا طايحه. ملي عملت اون ذا فلور اتصلوا بهم قالوا باقي هذيك 100. قالوا نو نو نو. قالوا مليار و200 معناها ضربت في 12 مليار و200 1.2 مليون دولار. يام مليون و200 قيمه في حفله واحده واض حفلات وما بخلاف لي زالبوم كي يتباعوا والكود تطلع وكل شيء. انت تمس تاخذ بورسنتاج. كناخذ بورسنتاج يس. شنو انت تفهموا على حاجه ما تمس تقول لا لا مش بنسالك قد ايه نعرف نعرف مي مثلا تتفاهموا على 50-50 كيفاش؟ لا 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 شوف دابا انا ملي كنخرج اغنيه كنت تلعب في لي راديو العالم كلهم يخلصوك كل شيء كيخلص الا احنا الا العرب نعم. الا العرب لا ما يخلصوش عندك غنيه تخلص لا انت تخلصهم بالضبط هذوما لي دروا دوتور مشكلة في العالم هذو هما شوف برشا ما يعرفوش في العالم الكل في العالم الكل مثلا المغنيين ولا الممثلين يتعدى فيلم ولا يعاودوا يعملوا بث كي مثلا نشوف لي حلقه تتعدى كل عام نورمالمون الممثلين نتاعنا راهو ولاو غنيين كل مع خاطر حق الفنان هذاك يتسمى حقوق التاليف معناها انا كان يعاودوا لي مسلسل ويعاودوا ولا مغني مهما كانت سيفته يعاودوا له الغنيه اي راديو يلزم يدفع فلوس كل مره كيتخلص الا في تونس وفي المغرب في الجزائر ما فماش حقوق الفنان جمله واحده الناس متبوط بالشر افريكا والدنيا تونديسك في الاوروب الكل في العالم العالم كله كيخلص تبدا قاعد تلقى فلوس في الكونت نتاعك هذه ديجا وحدها حتى كنت تبطل الفن اليوم تقعد غنياتك تخدم عليك بالضبط اي كيما برشا مغنيين قعدوا توا مثلا فلوس كيدخلوا كل عام فلوس تدخل كل عام يجيب يلقى برشا فلوس راديوات تاع العالم الكل تعدي مثلا تقول انت باري وايت ولا يعديو ما نعرفش انا ستيفي وندر حياتهم كلها ما صافي ما كاينش المشكل الفلوس جورج مايكل تاك الفلوس قاعد مع جورج مايكل غير اغنيه غير وحده كارلس ويسب كريسمس نو لاست كريسمس لاست كريسمس غير في الشهر ديال كريسمس كيدخل مليار ونص مليار ونص في العام غير ديك الشهور هذاك وهو ماشي يغني قاعد هو ما كيغني والو هذه دابا 30 عام هو كيدخلها 30 كل عام كل عام يدخل مليار في الشهر هذاك هذه غير واحد الاغنيه ماشي اغاني واحد اخرين نعرف غير في الشهور كيلعبوها شو شحال كي فهمت النيفو اللي نحكيو عليه نشوفوا اغنيه اخرى يلا بسم الله شاكيرا يس اي كيفاش حكايه شاكيرا شاكيرا هو انا كنت عملت في 2006 2006 2006 مونديال 2006 كنت عملت الاغنيه ديال الوورلد كاب فيفا هي كانت سميتها بامبو وشاكيرا كانت غتغني بامبو غير وكان هذا ديك في نفس الوقت عملت هيبس دون لاي وكان في نفس الوقت ودونك قالوا لي الفيفا قالوا بما ان خرجت هيبس دون لاي يمكن نعملوا ماشاب هي كتلصق جوج الاغاني كتريميكسيهم مع بعضهم باش نعملوا هيب دون لايس سلاش بامبو كانت هي الاغنيه ديال الوورلد كاب ديال 2006 ضربت القضيه الغنيه ضربت مزيان ولكن غير المشكل اللي كان عندي هو في ذاك الوقت هذاك الفوتبول ما كانش مشهور في امريكا معناها في اوروبا كانت كتعني شي حاجه ولكن ملي كنت كنمشي للميزون دي نقول لهم انا عملت وورلد كاب كيقول لك ما كيهمهمش دابا تبدلت الامور فهمتي ولكن في ذاك الوقت هذا كانت باقيه صعيبه هذاك الشيء كنت موراها هذا ما تكدلوا لا امريكا ما كانوش مغرومين برشا بالكره لا الكره باقي في ذاك الوقت دابا احسن دابا بدلت تو شوفوا غنيه اخرى شاكيرا كيفاش العلاقه معاه ظريفه مزيانه بزاف ظريفه هي بطبيعتها غنيه سكسي كبير ياسر الغنية يس الحمد لله عملت سكسي كبير في العالم العربي
وهذه هي الاستوار اللي هضرنا عليها ان ما دخلت والو لان السكسيس في العالم العربي واخا هو مزيان يعني لان انا فرحت لان شاب خالد رجع للطوب انت رجعت شاب خالد الحمد لله الحمد لله ايه الاغنيه هذه رجعت شاب خالد للساحه وانا فرحان له فرحان له وعمل فليسات تبارك الله والحمد لله لكن الاغنيه هذه انت خدمتها زاده مع مارك مارك انتوني يس هذا ملي سمعتها مارك انتوني انا وليت كيفك نقول مارك نتاعك برافو عليك برافو مارك انتوني مارك انتوني هو الرجل القديم ديال جينيفر لوبيس وهو اكبر ارتيست اللي كاين في لاتين امريكا ديال هاد السنين 30 عام اللي دازت اولا 25 عام هو الليجون الكبير اللي كاين في هذاك ديال الصلصه واللاتين ميوزيك وملي سمع هاد الاغنيه هذه بسمع سلافي عجبته بزاف وقال لي زعما قدرنا نعمل الفيرسيون لاتينا قلت له اوكي نعملوها بلاتينا ورجعت بيبي مي بي لا 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 تغني مليح صوتك الحمد لله سمعنا حويجه هاد الاغنيه هذه كما تحب اللي تحب تحب يعمل لك بويا تحب يعمل لك تحشمونيش تحشمونيش بويا ري بويا بايلا بيبي بيبي لا 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 دخلنا في فاز اخرى تو دخلنا في انت كفنان انت حسستنا انك تعرف تغني يس باش نجرب انا بديت بالغناء هو الاول اي دونك تغني عربي ولا ما تغنيش شويه ماشي ما نقدرش نقول لك انا كنغني مزيان بالعربيه اي ولكن نقدر نغني بحال دابا راني ما نادم لاليام هل هذا نعمل تاع الميلودي انا باش كي ماشي شي خطير زعما انا باش نجيب لك جيتار اوكي وباش نعمل لك تيست اوكي جيتار دخل بعتيه الجيتار هاي تيك جيتار تسويق حار علي شاشو رضوان حشام شويه تيميد لا 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 هي القضيه ديال انا مستعدش ولكن ماشي مشكل مش حاضر معناها مش مشكل اي احسبني اشر جيت قلت لك غنيت نغنيو مع بعض اش باش تغني لنا انت تو نعمل جاز دانس انا بطريقه كالم يا I had a little bit too much. All of the people start to rush by. There's a twisted dance, come on my drink, oh man. Where are my keys? I'm sorry. No problem, أنا قلقتك أنا بالحس. شوية. ليه سبا. ليه هذه بتاع هذه بتاع فلفل لكحه الخاطر يعمل زي الفلفل One more time نعاود من الاول جديد راني سكت اوكي I don't move اوكي بلا اوكي ضحكي كذاك كشوف اوكي Rush by. There's a twisted dance. Can't find my drink, oh man. Around my keys, I lost my phone. Oh, one go, and on the floor. I love this record, baby, but I can't see straight anymore. Keep it cool. What's the name of this club? I can't remember, but it's. Gonna be okay. Okay.
راني ما نادم لليام هضروا وانا في كوفية اه ايه 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 لازم نجح يبرا بدوا اه ايه اه ايه نسيت كلمات يا الحبيبة او لي 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 لا I love you too. I love you, Tunisia. I love you, Tunis. Morocco. I love you, Tunis. I love you, Morocco. Tunis, الحبيبة علينا. Yeah. Tunis, الحبيبة. شوشت له أعصابه كميلة هو مسكين يخدم ونعمل له. علاقتنا علاقتنا ما بين تونس والمغرب علاقة حلوة. خيرة. الحمد لله. الحمد لله. الله يخلينا ديما مزيانين وحباب على بعضنا. ونعاونوا بعضنا علاقتك انت بصراحه بالمغرب خلينا بتونس تنحن. علاقه ديالي بالمغرب علاقه قويه معناها المغرب هو كل شيء بالنسبه لي صراحه ما وليتش ستار انترناسيونال ونسيت المغرب نو بالعكس انا صراحه اول مره انا ربحت دي جرامي جرامي هما بحال الاوسكار ديال الموسيقى أي. في امريكا وما اكبر حاجه تقدر تربح في الدنيا هي في ناحيه الموسيقى وما غراميز ربحت انا مرات ربحت انت بزاف المرات مش مره بركه ربحت اكثر من مره الحمد لله اي الحمد لله الراجل ربح غراميز مش لا وزعما كنظن كان قليل جبر شي انترفيو في حياتي اللي درته ما قلتش انا مغربي في غراميز قلت لهم انا من المغرب جيت من المغرب وهذا حلم بالنسبه لي معناها المغرب دائما معايا ومفتخر انني مغربي وعربي باش نقلب لك السؤال وهذه تسمى يعني تقول انت كيما انت موسيقار كبير انا وكي نقلب سؤالك كان باش نولي مناشط كبير ياسر اوكي شنو هي علاقه المغرب بك انت علاقه كبيره الحمد لله ان الناس فهمت السؤال اش معناها اش نقصد به معناها مش علاقتك انت بالمغرب المغرب علاقتها بك الشعب كنشوف الشعب الحمد لله مفتخر بيا الشعب فرحان ولاحظت بان اون فوا نجحت في العالم بزاف لي ستار في المغرب لا ميوزيك في المغرب وقع واحد ديفلوبمون كبير ان بزاف ديال الشباب رجعوا كيامنوا ان سي سي بوسيبل تكون شي حاجه وبدا كيكونوا كرياتيفيتي طلعات كلشي رجع لي شونسون خاصه انت ماك شك اللي تولدت في برا في اوروبا ولا في امريكا انت كيفهم معناها خرجت من المغرب كيما سمعنا قصتك يولي يمن اكثر هو بالضبط معنا انا مغربي خلقت في المغرب تربيت في المغرب ومفتخر يعني المغربي فليا بزاف ديال الناس اللي نعرف حتى اللي ملك يحبك ويشجعك الحمد لله وهذا من فضل ربي وحاجه واحده اخرى ان الحلم ديالي كان عندي ملي كنت صغير هو شي مره نتلاقى بسيدنا الله ينصره جلاله الملك نصره الله كان هذا حلم ديالي ملي كنت صغير كان خايك يقول لي خايك كنت صغير كيقول لي يجي واحد النهار سيدنا غيشوفك الله ينصره يشوفك ويشير لك وهذه غير كنحلم فهمتي وهذا الحلم هذا الحمد لله تحقق وان عمل لي وسام انا كان هو اول فنان اللي عمل له الوسام قبل فهمتي قبل قبلت المغرب كله كيتفرج الحمد لله الحمد وهذا هو حاجه كبيره بالنسبه لي هذا حلم محقق حققت الحلم لكن انت رضوان اللي حلو برشا عندك تو انت تلعب في دور سفير في العالم هذا انا يعني سفير ماشي سفير المغرب يعني مش اوفيشال لكن اقوى من اوفيشال شوف الحمد لله انا لا شوف خلينا نحكيوا نحن من معناها هنا ما ناكلوش الكلام انت اقوى من سفير اوفيشال لانك عندك ناس اكثر عندك ملياردوات تسمعك اي المهم الحمد لله انا كنشوف انا هذا واجب بالنسبه لي ان نخدم بلادي ونخدم الشعب ديالي كي تجي في غنيات يعني كما مع اكبر مغنيين في العالم وانت وشاك فوا تتعدى في
في أو في أواردز وتقول أنا مغربي وإلا في يقولوا ماروكو في غنية ولا يقولوا رضوان هذا إشهار كبير ياسر للمغرب يعني. الحمد لله هاتي أقول أنا هذه الحاجة دي بالنسبة لي ما جاتش زعما متعمدة جات واحد الحاجة ناتورال حب ناتورال بلا ما حسيت شفت معايا جينيفر لوبيز وكنقولوا برازيل لندن تو إيبيسا برازيل قلت موراكو حتى موراكا هي علاش كنقول برازيل أنا حنا كتبنا الكلمات أنا واحد البنت وقلت موراكو تما مثلا هذه جات ناتورال لأن خصني نعمل دعايه لبلادي وفرحان بلادي وخصني المغرب يقول له موراكو ومفتخر بها هذه كتبدا هكذا والحمد لله كتحقق وكترجع حاجه عالميه وكتشوف العالم كله يقولوا لك لي ماروكا فرحانين بزاف راه حلم هذا راه حلم بالنسبه لنا كلنا حنا كي تمشي للمغرب انت توا الحمد لله زعما الناس كل تعرف مفتخرين بزاف 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 لان كلشي مشى كيما حاوس بالبودي غارد لا انا كنحاول نبقى سامبل كنحاول نبقى سامبل ترجع توا تسكن فين كنت قبل وتمشي كنمشي للدار دابا عندي دار واحده اخرى ديالي فهمتي ديالي وهذه ولكن كنمشي مره مره نشوف الدار فين تربيت بربي باش نسالك على سؤال سامحني باش نسالك واحد السؤال ميساج تقلقش مني تقلقش مني صاحبك الاولاني اللي مشيت بحذيها السياد وسكنت معاه في حانوت شاورما اها مازلتوا صحاب صراحه هذاك ما شفتوش شي 20 عام والله ما عرفتش فين مشى سمعت مشى تنيريفي اسبانيا سميتو هشام والله ما عرف فين هو داكوغ حبيت نشوفو حبيت نعرفك تنسى اصحابك لا انا انا اصحابي هما اللي كنلعب الكره كنمشي للمغرب كنلعب مع اصحابي نفسهم ديال الكره ديال اللي كنا صغار قعدوا عندك اصحاب نفسهم هما بينهم نفسهم هما هذوك نفس الجروب نفس يكلمك ما تقولوش راني ام بيزي ام بيك ستار لا لا انا بعمر تكون بيزي خدام بحال اللي هما اللي كانوا خدامين ما كيقدروش يجاوبوا ولكن كيجاوبوني من بعد داكوغ هذه حاجه نورمال اذا كان هو مشغول مشغول ملي غيكون عنده غير غادي يرد لي التليفون باهي باش نشوفو توا عندك غنيه عملت اكثر من 100 مليون فيو وفيها بروموسيون كبيره برشا للمغرب بوم بوم تعرفوها بوم 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 تفضل Para que pase el chango yo like شنو رايكم شنو كيحكي معايا قولوا لي السيد هذا يا سبيه اش يعمل هنا اش تعمل هون شو صاحب الغنيه هذيا انت اخترت باش تعملها في المغرب يس والاختيار حسب رايي انا فيه برشا انتليجونس وبرشا ذكاء شكرا لانك الغنايه الريتم اخترت المغني ظهر لي نتاع ديسباسيتو داليانكي يس ديسباسيتو داليانكي زاد فرانش مونتانا فرانش مونتانا اها اللي هو توا مغربي وعاد داينا جين اللي هي في اكبر جروب لابسه بالاصفر هذيك ايوه هي هي اللي في واحد الجروب سميتو فيفث هارموني معروف في ليزيتازوني بزاف اي لكن العباد اللي راو فيهم نحن ما نعرفوهمش الناس هذوكم هذوك السوشيال ميديا هذوكم السوشيال ميديا معناها عندهم انفلونس كبيره ياسر كبيره كبيره كبيره, كبيرة بزاف ذكي هذايا معني مش حاجه عاديه لا انا فكرت فيها صراحه بروجي كنت فكرت بروجي ذكي معني ما حطيتش منكنات ولا بنات معروفين وكا حطيت ناس كي يتفرجوا فيهم فولورز نتاعهم انستغرام ملايين ملايين مئات الملايين مئات الملايين فولورز معناها يس يس فما ماركتينغ في الحكايه 100% انا فكرت انا قلت نعمل واحد الكليب في المغرب ياك قلت اوكي شنو نقدر نعمل به انا المغرب انا هذا حلم بالنسبه لي نعمل كليب ديالي في المغرب من الاول فكره الكليب هذايا للمغرب انا كنت عملت الاغنيه من بعد قلت خصني نعمل الكليب حلم ديالي نعمل شي نهار كليب في المغرب رايت right?
ايوا قلت هذه هي لا شونسون بيرفكت. قلت داري يانكي المغرب هذه كلشي عجبو الحال. قال لك اوكي نمشيو للمغرب نسجلوا الكليب. وقلت اوكي بما ان غنمشيو تما شنو نقدر نعمل باش نعطي القيمه لهذا ليفنت هذا. قلت كاين السوشيال ميديا دابا السوشيال ميديا كلشي انستغرام كيضحكوا وكيعملوا دي زيستوار وداكشي كامل. قلت نتصل بهم عرفتهم عندي في لوس انجلوس استوديو ديالي. قلت له المهم انا عندي واحد الاغنيه واش تبغي تمشي معايا للمغرب نعملوا الكليب تما. قال لك او ماي جاد بزاف فرحوا بزاف. قال لك المغرب. قلت له اوكي ليتس جو. مشينا للمغرب سجلنا الكليب. اوبن بادجت ايوا بيجي فلوس مش مشكل تاك. ايوا الا نعمل شي حاجه نعملها مزيانه الا نديرها ونقدر نديرها نديرها مزيانه فهمتيني. كلمت نتاع ديسباسيتو وقال لك نو بروبليم. هو فرح انا ملي مشى معايا المغرب. قال لي انا خصني نجي نزيد نجي هنا عندك ونخدموا خدموا نعملوا دي شونسون جداد. حمق حمق هو وقتها ضارب يعني هو ناجح أي. كبير ناجح اي ناجح كبير. دادي يانكي راه تاريخي. دادي يانكي راه نجح من الايامات ما عرفش هذه شي 15 عام كان عمل اغنيه سميتها غاسولينا. اي على قوش تلا غاسولينا هذاك. ودابا ديسباسيتو هذه قديم دونك راه واحد الفنان كبير. وملي قلت الفكره ديال المغرب عجباتو يمشي بعدا هو الاول. وملي شاف المغرب قال لي انا خصني نرجع للمغرب خصني نرجع للمغرب نخدم في المغرب اكثر. وقتاش انا خاطر هكا شامم مش شامم شامم روا ها زنوت مش القباحه مش القباحه نو زنوت غير هذاك الشيء. لا لا من غير ذاك الشيء مش شامم. يعني شامم اي هاف ا فيلينغ ذات يو ويل كم باك تونيزيا ان شاء الله فور ورك ان شاء الله يا ربي. وقتاش باش نشوفوك في تونس؟ اذا عرضوا صراحه إذا خاطر لا 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 صراحه انا غنجي في الصيف. في الصيف؟ في الصيف. علاش عجبتك تونس علاقتك؟ عجبتني بزاف. انا صراحه ديما كان خصني نجي لهذا لتونس. عندي عائلتي هنايا ولاد عمي داكور ساكنين هنا. ريدوان ريتور لا 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 انا 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 انا, صار أنا الاسم ديالي نادر الخياط. نادر خياط الخياط حلو واسمك باهي. شكرا. وعندنا راهو العائلة الخياط أيوة في تونس. ايوا بزاف العائلة الخياط في تونس راه عائلتي. اي عائلة الخياط موجودة. ولاد عمي ولاد عمي كلهم هنا. داكوغ مرحبا بك سي نادر الخياط. عندك خبر عمري تلاقيته. والله كنت سخايل عائلتك ريد 1 ريد 2 ريد 3 4 ريد 5 ريد 5 حتى ال 10 ريد 9 انت نورمالمون كان جات بكش ريد 1 انت ريد 9 نورمالمون انت التاسع في خواتك. التاسع دونك عائلتك هنا مرحبا بك. هذه بالنسبه لي انا والشعب التونسي هذه ارضوا لي ارضوا لي نجي عندكم. والله هذه بلادك مرحبا بك. لكن انا ممكن 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 السنه في الصيف نشوفوك في كرتاج. يس تحبوا تشوفوه في كرتاج غاديو كلكم شور. رضوان مش تعمل كرتاج السنه قاعدين تحضروا؟ لا الفكره هي ان شاء الله غادي نجي ان شاء الله اذا كتاب غادي نجي في الصيف نغني في كرتاج فيستيفال. فكره هي مازلت احنا كنت نقشوا في النقاشات سنتو لي كان مش يجينا خير من رضوان الكرتاج ان شاء الله. شكرا شكرا. مرحبا بك صاحبي ان شاء الله. عندك صاحبك في تونس. شكرا. مرحبا بك في اي وقت. شكرا شكرا باينه والله. وانت طارق جو جو حلو بزاف كيفاش تقولوا جو جو مخير مزيوان مزيون فوالا مزيون مكيف مخير مقرقب مضخم باهي. شوف جونا تعدى باهي. قبل ما نتعدي ونختموا معاك ختام البرنامج عنا لعبه باش نلعبوها خاطر نتوما في المغرب عنا راهو التاي نحنا فما التاي المغربي اها وفما التاي التونسي. اوكي انا ننصحك نهار تشرب التاي التونسي خاطر انا شربت التاي المغربي نشرب نحنا نشربوا التاي الاخضر هذاك التاي المغربي نعملوا اصفر في واحد. التاي التونسي نتاعنا احمر احمر اوكي احمر صغير كاس قد النكايه كيس قد هكايا. واش مكد تي ولا سمثين او شي حاجه واحده اخرى؟ تي 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 لك الريت اللي تعملوا به انتم نتاع شهر تي نحن نحطوه في كيس ريت. احنا عندنا نحن تشرب تعدي اربع ايام واقف هكا لكن مش بشربك تي التونسي ان شاء الله مره جايه. تبتع طويل فوالا اقوى من الاكستازي تي نتاعنا نحن والله بالحق يعملوه في الدار ما تلقاهش في القهوه يعملوه في الدار. يعجبني عندكم يحطوا برشا حشيش. لا ما عندناش لكن باش نلعبوا لعبه التاي الاخضر المغربي انتم خدت تعملوه بالمترو. وي وي باش نعملوا لعبه التاي بالمغربي ونشوفوا شكون يربح. واضح؟ اوكي
يسالوني يقول لي ابار ممثل ومنشط خدمت تقول لهم باتور مع ريدوان هو الجيتار وانا الباتري فيرتشوال بات اكزاكتلي اتس اوكي اتس ورك اتس جاب شوف سهله اتس فيري ايزي باش نلعبوا اليوم على مروكان اوكي خاطر انت ضيفنا والمروك عزيزه غاليه علينا والتاي ذي عندنا رز دارو في تونس التاي المغربي الديفي نتاعنا سهل ياسر باش نشوفوا شكون يعرف يصب التاي خير من الاخر فهمتني ولا فهمتني اوكي 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 يو انستاند ها يو انستاند انت غتربح ولا كيفاش لا مش غنربح انت مغربي تعرف تصب التاي شو نحن اعطيناك مستقع اقعد اعطيناك براد نتاعك مغربي تحسش روحك متغرب حلف الدار ياك حاسب الدار وكاس هكا بالنعناع لامونت والدنيا كل شيء مينت This is mint. Yes, sir. This is mint. نعناع. This is Moroccan براد. براد. How to say براد in براد in English. حتى في نيويورك يقولوا This is براد. No. براد. تو فهمتش علاش العرب؟ والله فهمها لي أنت تعيش في نيويورك. هذا اسمه براد نورمالمون يبرد. هو يسخنوا عليه. يسخن كيكوي باش. فهمت علاش العرب ما فهمت علاش العرب؟ قلنا التوالا فهمت خمس نوع سخان سخان نورمالمون هذا نورمالمون بسميوه البراد نورمالمون بالثلج ما تقول كي برد هذاك علاش ما نشوفوش برشا نحن من نفكروا بالعكس يا اخي كل شيء بالعكس هذا يا براد تونسي نتاع مرمى اوكي براد مرمى جايه ذيس از مرمى مرمى اوكي تعرف المرمى شنو هي لا لا الشانتي نتاع البنايه اللي يبنيو اوكي كلهم يزمهم براد الصباح معبي بالتاي لكن معبي بالتاي الاخضر هذا براد بريسك يعني يقرب لي اكثر في ثقافتي وفي دنيتي اوكي بيرفكت خاطر مرماشي شويه انا مرماشي اوكي دونك نحاولوا نصبوا كاس تاي نورمال اوكي لك على ماروكان اوكي معناها شكون يطول اكثر يس انت ويدك صافي اه ما غير ما انت نفرطوا لبرا الماء ونهبطوا واضح نعملوا محاولات نعملوا محاولات انا حسب ما نعرف التكنيك نتاع التاي عارف انت ولا ما تعرف حسب ما ريت التكنيك نتاع التاي ما يصبوش من بعيد هم نو ما كيبداوش من بعيد ما يبداوش من بعيد وريني انت وريني كيفاش انا انت غير كنشوف غير مثال الشو ميشو انت مغربي كوميم بسم الله اي امشي 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 هرقتي ديجا وانا شوف مسير شويه وشوف شوف شوف اه يا سيدي برا بصحتك صحتك الحبيب صحتك سيدي بصحتك واحد زيرو واحد زيرو انت ربح انت ربح لكن توا باش نصعبوا شويه في التكنيك اوكي هذيا مشينا بالتكنيك السهله يس yes. نحن قاعدين توا باش يجيبوا لنا كيسان اخرين وباش نطلعوا بالواقفه اوكي يلا عايشه ياتك الكيسان هزه ذوما به توا التكنيك بالوقفه واضح بسم الله وينو الببليك بسم الله بلا انت انت شنو بالواحد بالواحد نمشي انت الاول نبدا انا الاولاني شوف ها شوف ها ها اوكي به من هنا ابدا من هنا لا من هنا من هنا ابدا من هنا هاني قص رضوان لا 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 رضوان اوكي تبدا من الفوق وما غير لا بديت من الفوق انا صح على كيف كاي ضيف عنا انت على كيف منين تحب تبدا انا بدا هنا لازمك توصل لهنا ها لا هنا انت ماني كبرت عاد باش نقعد تعبى الكاس اما شكون واحد 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 طيب ايش اعطينا الكيسين توا باش نصعبوا اكثر اسمح لنا اسمح لنا مسالش مسالش قال لك سامحني شفت التربيه والاخلاق فرش توا اوكي اطلع اطلع فوق الكرسي ها يبدا انت توا انا كمر مليح كمر مليح امشي الجمهور وين الجمهور شجعوا 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 شكون باش يقاتلكم
هو ربح هو. لا ذي متعادلين أنا دوزا دو أنا متعادلين واحدة أنت واحدة أنا وتوا دوزا دو نسميه متعادلين. تو الفينال. مدريد ولا برشلونة؟ ها؟ برشلونة ريال مدريد. أنا اللي تحب أنت. أنا ريال مدريد. أنا. شو لو قضية شو؟ أنا برشلونة. غراتسياس. وأنا عملت الأغنية ديال ريال مدريد. خلاص. سمعتوها. ريال مدريد. مدريد. اسمع النشيد الرسمي هذايا بتاع ريال مدريد اللي قديته انت يا سي توا انت عملت فوالا شوف ما تعرفوه راه كيغني فيها كريستيانو رونالدو اللعبه كلهم كيغنيوا هذه الاغنيه هذه شوف توا فينال باش نصعبوها اكثر اوكي هاو تو سي ان انجلش فينال باش نصعبوها اكثر It's gonna be hardest. Okay. Yeah. Yes, okay. You understand? Like yeah, the top final, like top the final. The craziest this is, final. This is the top final. It's gonna be crazy. Crazy final, like man. The Super Bowl. The Super Bowl. Of Ate. Yeah, of Ate, of the Barret. Of the Barret. Of the Nana. Of the Nana. Yes. The Super Bowl. We're gonna jump. Is this a jump? No. Climb the saloon. The saloon, yeah. Is the saloon? The leather, right? Leather. Lachelle. Leather. So we're gonna climb the saloon. The saloon. The saloon with the beret in the hand. In the hand. And you. Cub. You cub. Yes. Hey, nice man. Nice. Did you hear? Oh, là, on va couper. On va couper tay. Tu dois bien viser, il faut que tu ouvres. Gummers. Gummer, yes. Yeah. You gummer in the beret, not out. Huh? Okay. Yes? Done. Let's go. I'm ready. Baby. Are you ready? Are you ready? Jumour Hazard. Akina Music Suspense. And good luck, my friend. You too, my brother. Good luck for you. Thank you. I'm here. You have to take your beret with you. Take your beret with you. I take my beret with me. Chin, my friend. Love. Zid. يطيح الناس يا ولدي الراجل يسوى مليار دويل. يز يبعد تقول قتلوه في تونس ولا حاجة. استنى. Yes, man. We start. Go, you go first. هيا اعطيونا الإشارة. مرسي صاحبي ربي يفضلك بالنسبة لي شكون غلب؟ غلبت الروح الرياضية تونس والمغرب ربحوا ربحت الأخوة ربح الفن بصراحة نحب نقول لك مرسي اكتشفت اللي وراء ان جروند ارتيست انسان ان فري ارتيست بالحق حبيت شكرا سنتا تبارك الله عليك ما شاء الله عايشك احتبرها تونس بلادك ورجعنا وقت تحب Thank you very much Thank Let you say, I love you Tunis It was with us شكرا تونس
في عبد اللي شاطر رضوان ليديز اند جنتلمان. شكرا. فاصل ثمانية عبد الله.